أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الجماعة التبليغ لا يستطيع أحد أبدا أن ينكر أن لهم تأثيرا في كثير من عامة المسلمين، لكن هذا التأثير ليس هو الذي يرضاه الله ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تأثير كان لا يصلي مثلا أخذ يصلي، كان يشرب الخمرة صار بعيدا عنها، لا شك أن هذا يعني إصلاح له أثره ووضوحه، ولكن إذا ما دندن أحد الدعاة الحقيقيين مع هؤلاء أو غير هؤلاء حول ما بعث الله من أجله الرسل وأنزل الكتب وهي دعوة التوحيد، يقول ما بدنا نثير خلافات للناس. إذن هؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون.